رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عاد إلى بيروت مساء اليوم منهيا زيارة سريعة لتركيا، التقى خلالها الرئيس التركي عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. تناولت العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة، وقد أثار الرئيس سليمان مع الجانب التركي موضوع المخطوفين اللبنانيين والدور الذي تقوم بها تركيا بالتنسيق مع سائر الأطراف من أجل إطلاقهم. فأكد جول أن السلطات التركية تقوم بما في وسعها على مختلف المستويات للعثور على حل لهذه القضية في المناخ الهادئ السائد حاليا وفي أسرع وقت ممكن، آملا ظهور بشائره مع شهر رمضان. وأبلغ جول الرئيس سليمان معلومات مفادها أن المخطوفين في حال صحية جيدة، وهذا أمر أساسي، لافتا إلى أن تركيا ملتزمة استمرار العمل بالطرق المناسبة للعثور على حل سعيد لهذه القضية. وشدد سليمان وجول على أهمية التوصل إلى حل سلمي في سوريا بعيدا من العنف والاقتتال يتوافق عليه جميع الأفرقاء، كي تعود الأمور إلى الهدوء والسلم والسير في العملية الديمقراطية وفق ما يتوافق عليه جميع السوريين. كما توافق الجانبان على رفض أي تدخل عسكري خارجي في الشؤون السورية.